أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أن مصر لعبت دورا كبيرا في تعزيز ودعم الحوار السياسي وفي إيجاد حل شامل للأزمة الليبية. وأكد دبيبة أن ليبيا ومصر تربطهما علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصاهرة والتاريخ والمصالح المشتركة. تربطنا مع مصر علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصاهرة والتاريخ والمصالح المشتركة. نتمم عاليا الدور المصري في تعزيز الحوار السياسي ودعمه وإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال استضافة اجتماعات المسار الاقتصادي والأمني ضمن الحوار الليبي.